في إطار محاربة الجريمة بشتى أشكالها في إقليم اختصاص، واستغلالا لمعلومات مؤكدة واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي خليفة، مفادها وجود مركبات من المحتمل أن تكون مهربة مركونة بإحدى المنازل بإقليم اختصاص. بناء على هذه المعلومات تم تفعيل عنصر الاستعلام والتحري في القضية، حيث تم تحديد مكان تواجد المسكن بدقة وهوية ملكه. بعد اختيار السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم موافاتنا بإذن بالتفتيش. العملية أسفرت عن توقيف شخصين، حجز مركبتين بدون وثائق إدارية، حجز جهاز اتصال لاسلكي وجهاز منظار. بعد الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم الموقوفين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الدبيلة.